وبركاته. كي راكم دايرين خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، والفيديو نتاعي ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. معذرة على هذا الغياب، كانوا عندي ظروف، وان شاء الله راح نولي لكم بوصفات. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك مع خواتاتي وصفه نتاع حلوه نتاع القهوه تاع دائما. هذه الوصفه سهله، والمكونات نتاعها بسيطه ومتواجده في كل بيت. عندي هنايا زوج حبات تاع البيض، عندي نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، لافاني، مغرف تاع لافاني، قرصه تاع الملح، عندي مبشور الليمون، عندي زيست. وللتزيين نحتاج سكر عادي. هذا هما المكونات اللي نحتاجهم، وواحده خميره الحلوى. نخليكم دروك البنات مع الوصفه، دروك تشوفوني كيفاش راني رايحه نديرها. اش ما نهضرش بزاف من خوفي، فانت لو تعبت مني فكم اسرفت اتعب وعد له الذنب والعشق يحرق. فأين أمضي وحول المجروح والولو؟ يا رب خذوا إلي الآن، إن به شوقا يراتل في حزن تبت القلوب. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أسواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناي هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله، ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوسعه شمعا وأشعله. يا رب تعلم قلبي وخفقته، فما أحلى وأجمله. العشق يحرق، فأين أمضي المجروح؟ الآن إن به شوقا يراتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله، ملؤه أمل يهفو لترضي أسواقي وتنزله. البنات هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها، لازم تخلوها شوية طرية باش يجي الكاطو تاعكم الشيش. هذه هي، غادي ندير هذوك كريات صغيرة ونحطها، بعدا نوريكم واش غادي نديرها. الحجم تاع الكرية يكون 25 غرام ولا 23 غرام أحسن. المذاق تاعها شباب، كاطو سيك. يا ربي تعلم قلبي ما يغفر فما أحلى وأجمله. سلمت قلبي يا ربي لتوصله. إذا البنات هاي الحلوة تاعي، خرجت لي 27 حبة، راني غادي نزينها معاكم. شوفوا كيفاش نزينها، ديروها فقط في السكر، اللي يبغي ما يديرهاش في السكر تقدروا ما ديروهاش، ماشي شرط. نديرها في السكر، ندير غير الجهه الفوقانيه غير الوجه تاعها. كنت جبت البلاط تاعي، درت لها شويه تاع الفرينه رشيته بيها.
نشوفها في الفلاح. انا بعد ما كملت كاع درت هذيك الحلوه رمتها في السكر، نجيب كاس تاع لاتاي ندير بهذا الشكل خطوط هكا باش يجي شكل تاعها مليح هكا بهذا الشكل. تبغوا ما تديروا لهاش هكا، كل واحد ولا حسب الرغبه. قلت لكم شعلت لها على درجه 180 درجه، ما حمات لي كي حمات لي مليح، راني مش ندخل البلاط تاعي كي طيب الحلوه نوريها لكم جاهزه. البنات ها هي الحلوه تاعي راها جاهزه، شوفوا بعد ما تحمرت لي كيما من فوق ها ومن التحت تحمرت لي، خذت لي هذاك اللون الذهبي. هاد الاخرين تاع الزاست اللي راهم ثم دوك البقع لكم تشوفوا فيهم البنه، ما نحكي لكم شطراوه وبنه، جربوها ماكوش ماشيين تندموا عليها. نتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، ما تنساونيش بالجام والكومنتر وديروا لي ابوني في القناة، وان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفة جديدة. تهلاو في رواحكم البنات، والى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه.